عملنا خطة عمل بما فيهم أنه أعضاء نيابة هم 5 أعضاء باش يقسموا بيناتهم الأيام الأسبوع، كل يوم عضو من الأعضاء يقابل السادة المواطنين باش يستمع لمشاغلهم. كيف كيف عملنا خطة للتدخل في ميدان النظافة اللي هو الواجهة الأولى للعمل البلدي، وكيفية تحويل الملفات اللي كانت في معتمدية غرنبيليا باش يقع تحويلها للبلدية، وكذلك بعض الملفات الخاصة بدفات الوفيات والولادات الحالة المدنية بصفة عامة من مردية غرنبيليا لمردية البلدية فندق جديد.